فكره ان هيكون برضو في مباراه جانبيه كده بشكل منفرد من خلال الاثنين مدراء فنيين، طبعا الارجنتين بقياده مدربهم المخضرم، واكيد ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي المخضرم هو الاخر، اكيد هيكون لقاء قوي جدا ما بين فكر اثنين مدربين، اثنين مدراء فنيين، وكل واحد فيهم مدجج بكتيبه بسم الله ما شاء الله من اللعيبه المميزه. برضو عايزين نتكلم مع حضراتكم شويه في فكره انه لقب دوري الامم الاوروبيه ده تحقق قبل كده برضو من خلال المونديال، وطبعا لقب كاس العالم الاخير في روسيا، كل دي انجازات حققها المنتخب الفرنسي بقياده المدير الفني الخاص بيه، كل واحد فيهم اتقل من الثاني، يا ترى مين اللي هينتصر النهارده فكرا، ويا ترى لعيبه انهي منتخب من الاثنين اللي هيحققوا الفكر ده على الارض؟ كلها ساعات بسيطه جدا بتفصلنا عن هذا اللقاء القوي. حلو جدا.